بختي بن عودة من مواليد 28 أوت 1961، متحصل على شهادة الماجستير، عمل أستاذا بجامعة وهران، وساهم في تنشيط الحياة الثقافية من خلال عمله كصحفي بجريدة الجمهورية ونشره لعدد من المقالات والدراسات، كما أشرف على رئاسة تحرير مجلة التبيين التي كانت تصدر عن جمعية الجاحظية، وكلف بالأنشطة الثقافية بقصر الثقافة لوهران. يجمع المرحوم بين كتابة الشعر، النقد والدراسات الفكرية. تعرض للاغتيال وعمره لا يتجاوز 34 سنة، وذلك خلال شهر ماي 1995. رغم غزارة إنتاج بخت بن عودة، إلا أن كتبه لم تر النور إلا بعد وفاته، والأمل قائم في ظهور بقية أعماله. اغتيل بخت بن عودة وغيره من طرف الإرهاب لأنه يحمل سلاحاً أزعج به خفافيش الظلام. هذا السلاح اسمه العقل، وفي منطقهم استخدام العقل جريمة عقابها القتل.